شكرا للزميل سيف بن عمير الكتبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم مع هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقاموا هنا على أرضية ميدان اللبسة بإمارة أم الغيوين، وهذا هو الشوط الأول، الشوط المفتوح للإذاع الجعادين لأبناء القبائل. وجائزة هذا الشوط خنجر هناك رصدت للمركز الأول، بالإضافة إلى الخنجر هناك سيارة حلوة جميلة مقدمة من السيد مظفر بن محمد العامري. وبنتابع وياكم هذا الشوط من هنا على الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج الناقل الحصري لهذا السباق. نتابع الآن مقدمة هذا الشوط. أرى مختار الآن في المركز الأول للسيد زكي صديق زكي السوداني، وفي المركز الثاني يتسلل نجد إلى مقدمة هذا الشوط، نجد للسيد محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع. وفي المركز الثالث نشوف وناخذ اللي في المركز الثالث من الجانب الثاني. بنتأكد من هذا القعود. ناخذ اللي في المركز الثالث الآن، غير وانتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. أرى الآن اللي في المركز الثالث للسيد سعيد بن سالم العويسي، غير وانتقل إلى المركز الثاني. وفي المركز الثاني مختار للسيد زكي صديق زكي السوداني. وفي المركز الرابع على المارد للسيد أحمد بن سهيل بن حربي العامري. وفي المركز الخامس نشوف وناخذ اللي في المركز الخامس شاهين للسيد يمعة بن محمد الأخيلي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط وبنشوف المنافسة على مقدمة هذا الشوط. بنشوف برا الآن منافسة قوية على المركز الأول بين نجد وبين شاهين. يا سلام، شاهين للسيد سعيد بن سالم العويسي، هو الآن يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نجد للسيد محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع. وفي المركز الثالث في هذه اللحظات هملول للسيد أحمد بن عبد الله المرر. وفي المركز الرابع المارد للسيد أحمد بن سهيل بن حربي العامري. وفي المركز الخامس نشوف وناخذ الشامخ للسيد سهيل بن عمير الاجتبي. هذه النتيجة والصراع قوي، شوط رئيسي، شوط مفتوح، شوط خنجر. يا سلام يا العويسي يغير على ظهر شاهين إلى مقدمة هذا الشوط. للسيد سعيد بن سالم العويسي المركز الثاني أرى الآن الشامخ بدأ يشمخ ويغير وينتقل في هذه اللحظات إلى مقدمة هذا الشوط. الشامخ للسيد سهيل بن عمير الاجتبي يتسلل على حساب الجميع ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثالث في هذه اللحظات هملول للسيد أحمد بن عبد الله المرر. المركز نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع نجد للسيد محمد بن سلطان بن طارش بالقبع. وفي المركز الخامس براق، في المركز الخامس للسيد مايد بن محمد بن عبيد بالكديدة. هذه النتيجة والجعادين مختلطات بعضهن في بعض. يا سلام، بقيادة الشامخ. الشامخ للسيد سهيل بن عمير الاجتبي، لكن التسلل من الجانب الثاني. أرى الآن التسلل على مقدمة هذا الشوط من قبل أرى المارد ولا المتعب يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا متعب للسيد سعد
بن حمود العميمي يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط، لكن يرد شاهين. شاهين يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن سليم العويسي. يا سلام مشارك من سلطنة عمان، يا سلام. وأرى نجد، نجد في المركز الثاني للسيد محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع، وفي المركز الثالث، المركز الثالث نشوف للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. شاهين الحنيش قادم بقوة، ينتقل من المركز الرابع إلى المركز الثالث للسيد محمد بن فرح المزروعي، يتسلل على حساب الجميع وكفته مليئة بالترشيحات، يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني من الجانب للسيد سعيد بن عبيد بالضبيعة الاجتبي، مشعل للسيد مطر بن عبيد بالضبيعة الاجتبي. المركز الثالث للسيد سهيل بن عويضان العامري. المركز الرابع شاهين للسيد سعيد بن سليم العويسي. يا سلام على هذا الشوط، يتميز بالمنافسة، يتميز بالتغييرات. والحنيش، الحنيش لا زال صامت ولا زال الأقرب للخنجر وللفوز. يا سلام، الحنيش لا زال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة حتى هذه اللحظات. الحنيش للسيد محمد بن فري المزروعي. وشاهين، شاهين، 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 وأيضا اللي قادم مبدع. وشاهين يا سلام مبدع للسيد حربي بن كمد العامري. يا سلام، حربي بن محمد بن كمد العامري يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا مبدع، مبدع يبدع كعوايده دائما كما عودنا وعود جماهيره. سلام سلام عليكم يا المدينة العين، تهانينا للسيد حربي بن محمد بن كمد العامري. المركز الثاني شاهين للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الثالث الحنيش للسيد محمد بن فري المزروعي. المركز الرابع للسيد سعيد بن سليم العويسي. المركز الخامس للسيد محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع. شاهدت ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، شاهدت مبدع يصلنا في 500 متر الأخيرة ويأخذ المركز الأول ويأخذ الخنجر والسيارة. تهانينا من العماق للسيد حربي بن محمد بن كمد العامري على فوز مبدع بالمركز الأول. والسلامات إلى أهالي مدينة العين، مدينة الخضرة والجمال، وخاصة أهل زاخر يستاهلون. أسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان اللبسة، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج الناقل الحصري لهذا السباق. تهانينا أيضا الذي وصل في المركز الثاني كان من نصيب للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري شاهين. وفي المركز الثالث الحنيش للسيد محمد بن فرح المزروعي. تهانينا للجميع، والآن لنعود مع الزميل جمع حسين.